ايامك كان طبعا منهار، انا تعبت، انا مش قادر، انا مش قادر استحمل، كان في حاله صعبه جدا طبعا. الراجل كان بينفذ يا كابتن مجدي، التنفيذ، ترابيزه محطوطه وحبل محطوط في المروحه، والمنظر نفسه ومنظر الصوره اللي كان حاططها ورافعها على الفيس كان صعبه جدا. هو المفروض حضرتك ان احنا نعمل جمعيه نقدر نساعد فيها المدربين او كلاعبين او الناس اللي هي قاعده بقى لهم فتره في مجال الكوره، ما بياكلش عيش لوحده يا كابتن مجدي. مجال الكوره ما بياكلش عيش لوحده، لازم اي حد يكون فيه شغلانه جنبه، ما يقعدش في البيت ويقول انا عايز وعايز، ما ينفعش. ليه بصمه في كل مكان. والموضوع اللي احنا اللي حصل ده احنا ما كناش متوقعينه ولا حاسبينه خالص ولا كنا مصدقينه. انا لما جيت لقيت الكابتن محمود والكابتن احمد موجودين في البيت، كنا احنا تاني ناس دخلنا بعديهم. كابتن محمد كان في حاله لا يرثى لها، واحنا ما كناش مصدقين. يعني كابتن محمد طول عمره معروف بصبره وايمانه وراجل مدرس محترم جدا. محمد خريج ازهر ومتربي تربيه دينيه، والده كان خطيب في المسجد، ومحمد طول عمره قروي وراجل متعلم ومدرس لغه عربيه. ما كانش في اي تفكير في الاتجاه ده، بس الظروف قست عليه جامد وضغطته. حتى ربنا احلى الحنان وكابتن محمود لقيناه في حاله انهيار تامه وبكاء شديد، وقال انا الظروف جت عليا وانا مضغوط، انا بقالي 6 سنين أو 7 سنين ما فيش دخل، ما فيش اي حياه بالنسبه لي، انا عايز اعيش حياه كريمه، عايز اعيش بني ادم. والله من صغره بيلعب كوره، كان غاوي كوره قوي. وانت كنت بتشجعيه حاجة على ان هو يلعب كوره؟ طبعا ايوه كنا بنشجعه. ربنا يعلم بالظروف يا باشا، انا ماشيين بال اهو بالمرتب بتاعهم، بنركز مع بعضينا. هو بقاله قد ايه قاعد من غير شغل؟ دي مده كبيره والله. قد ايه يعني؟ بتاع 5 سنين كده. طب انت من وجهه نظرك كده ايه اللي خلاه يفكر في الانتحار؟ اخلاقه ضاقت عليه، ما كانش واخد على القعده في البيت ولا كده، واخد على الشغل. كان مدرس وكان في مدرسه الشيخ حسن، مدرس عربي. ولما دخل السجن بوصل الامانه اترفد من شغل. ايوه طبعا، قعد 6 سنين. الناس كلها بتحب محمد جعفر بصراحة يعني، ويعني أخلاق وذوق، وعمري ما غلط في حد ولا زعل حد أبدا. طب أنت تعرف إن محمد ابنك طالع مع الكابتن شوبير النهاردة؟ أيوه بيقول لي. طب تحب تقولي له إيه؟ هو على الهوا أهو. والله تقولي له إيه؟ هو مع شوبير دلوقتي؟ بقول له متشكرين يا أستاذ يا باشا، وخلي بالك من محمد جعفر.